مثل ما بنعرف انه نحن الدواء عندنا عده مشاكل مع الشركات العالميه، والموضوع الاساسي بالنسبه له كان موضوع تراكم الديون اللي على لبنان لمبلغ ما فوق ال 400 مليون دولار، وهذا ادى لتاخير بعمليه تصدير الادويه الى لبنان، لانه هذه الشركات كان عندها مشكله كبيره بانه هل لبنان قادر على انه يدفع الفواتير الادويه اللي عم ترسل الى لبنان، وهذه كانت نتيجتها مثل ما نحن شايفين انقطاع الدواء بالسوق اللبناني. حقيقة كان لذلك كان مهم أن نحن نلتقي بالشركات مباشرة ونشرح الوضع اللي في لبنان، وخاصة قرار اللي اتخذت الحكومة في النهاية في الجلسة الأخيرة اللي هو الاعتماد على موضوع حقوق السحب الخاصة SDR لحتى نحن ندفع فواتير استيراد الدواء إلى لبنان. فحقيقة كان في شرح مستفيض لهذا الموضوع، وكان في تفهم من جانب الشركات العالمية للآلية الجديدة، وقرار منها باستئناف إعادة تصدير الأدوية إلى لبنان. ونحن بهذا الموضوع كان في جهد خلال فترة الأسبوع الماضي بين فريق العمل في الوزارة وبين الشركات لتحضير الكميات اللي نحن بدنا نستوردها على 3 أشهر بدل ما نحن نعملها كل شهر بشهر، وهذا حقيقة كذلك بأمن نوع من استمرارية أكثر بتأمين الدواء للمريض اللبناني. وهذا الموضوع تم الاتفاق عليه. امبارح كذلك صار في اجتماع بمصرف لبنان للتأكيد على موضوع إرسال الأموال لحتى نغطي هذا الاتفاق، وهذا الموضوع كذلك صار في توافق عليه مع مصرف لبنان، والأموال مفروض تبلش تطلع خلال هاليومين جايين. هذا كله بيعني أنه بالنسبة للمواطن اللبناني وخاصة مرضى أمراض السرطان والأمراض المستعصية، أنه الأدوية إن شاء الله حيصير نشوفها نحن بالأسواق اللبنانية، تأمينها حيكون أفضل بكثير من قبل، وهذا الموضوع إن شاء الله على الأقل لفترة الأشهر اللي جاي كذلك حيكون مأمن. طبعا الموضوع اللي حكيناه مع الشركات ما بيوقف هون، نحن كذلك بحثنا مع الشركات كحكومة لبنانية موضوع له علاقة بموضوع التفاوض والاستيراد المباشر للأدوية، وموضوع اللي يعرف بالمانجد انتري اجريمنتس بينه وبين الشركات المصدرة مباشرة. وهذا الموضوع حقيقة يعني سوف يكون له استكمال بالمستقبل، ولكن إذا إن شاء الله النية أنه نتوصل إلى اتفاقات، هذه بتأمن أن الدواء يدخل على السوق اللبناني بكلفة أقل وكميات أكبر، وهذا الموضوع إن شاء الله حنكون نحطكم بالصورة في مع الوقت. الموضوع الثاني كذلك له علاقة بالدواء كان مع البنك الدولي، اللي صار في بحث مع البنك الدولي بموضوع التعاون بتأمين الدواء إلى لبنان، إن كان عن طريق تمويل أو كان عن طريق الخبرات، خاصة أنه نحن اجتمعنا مع دول أخرى عندها كذلك نفس المشاكل اللي مر فيها لبنان، وشفنا نحن هن ما هي الأمور اللي عملوها لحتى استفيد من خبراتهم بعملية تمويل أو ترشيد استعمال الدواء في البلاد الأخرى لنوصل للمبتغى اللي نحن بدنا إياه، وهو خفض قيمة الفاتورة الدوائية في لبنان. كذلك بموضوع الدواء كان في عنا اجتماعات مع الجاليات الجالية اللبنانية وجمعياتها في لبنان، وحفصل أكثر فيه، ولكن بموضوع الدواء كان في اتفاق ومضينا اتفاق إطار خاص مع جمعية أنيرة على موضوع إرسال المساعدات والأدوية إلى لبنان ومنها أدوية السرطان، وبالفعل نحن استلمنا في الوزارة أول شحنة لاثنين من أدوية السرطان اللي موجودين هلأ بالكارانتينة وعم يوزعوا، هذا كذلك أمر حيساعد إن شاء الله بتأمين هذه الأدوية للمرضى. الموضوع الثاني اللي وهو كان هدف الزيارة بشكل أساسي كان موضوع الرعاية الصحية الأولية. بهذا الموضوع الجميع بيعرف، وهذا الموضوع نحن حطيناه بالبيان الوزاري، أنه خطة الاستراتيجية لوزارة الصحة هو التركيز أكثر على موضوع الرعاية الصحية الأولية لعدة أسباب، ولكن أهمها أنه هيدي بتأمن رعاية صحية أفضل وبكلفة أقل على المواطن والمقيم. وحقيقة بهذا الموضوع نحن بنشوفه أنه هو خطوة باتجاه تأمين الرعاية الصحية الشاملة
للمواطن اللبناني. هذا الموضوع نحن كثير مهم له، ولكن كان دائما العائق الأساسي أو واحد من العوائق الأساسية موضوع التمويل، ولذلك كان هذا هدف اللقاء بالبنك الدولي، وهو كيف نجد التمويل المناسب لهالخطة هاي، وبالإضافة إلى ذلك ما هي الموديل، يعني ما هو الطريقة نظام لحتى نحن لما نقيم هل يعني نتوسع بموضوع الرعاية الصحية الأولية، كيف نحن ممكن نأمنها بشكل معطي تغطية أكبر للمواطن، والاستفادة كذلك إن من اللي بيعمل البنك الدولي أو من تجارب البلاد الأخرى. نحن حقيقة كان لنا مشاركات بعدة بانلز بهذا الموضوع، وكذلك بحثنا بمشروع نحن عم نحضره مع اليو اس ايد وكالة التنمية الأمريكية الدولية، لأنه هي تقدم دعم لهذا المشروع بالتعاون مع بعض المؤسسات الأكاديمية في لبنان. حقيقة هنالك مشروع يحضر، وإن شاء الله نحن حنشارك فيه ما مجرد ما نحن وصلنا فيه لنمضي اتفاق الإطار اللي نحن عم نشتغل عليه. ولكن بهذا الموضوع بدي أرجع أكد إنه نحن ما فينا بس نشتغل على المدى القصير، لازم نحن كذلك نشتغل على المدى المتوسط والطويل لحتى نقدر نطلع من الأزمة هاي. ونحن بالنسبة لنا خطتنا استراتيجية بوزارة الصحة هو قائم على موضوع التوجه أكثر ناحية الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية. أخيرا موضوع جمعيات الجالية اللبنانية الداعمة. حقيقة هون أول شيء بدي أشكر أنا القائم بالأعمال في واشنطن السيد وائل هاشم على حقيقة جهوده الحثيثة للمساعدة يعني إن كان إنجاح هذه الزيارة أو لجهوده حقيقة دائما في واشنطن لدعم قطاع الصحة في لبنان عبر التواصل مع إن كان المنظمات الأمريكية أو غيرها. نحن اجتمعنا مع عدة جمعيات في أمريكا، منها الأمريكان تاسك فورس فور لبنان، رينيم عوض فاونديشن، إمباور لبنان، أنيرا، ومع دكتور ري هاشم اللي هو رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الأمريكية، بالإضافة للعلاقات اللي تجمعهم مع بروجكت هوب ودايركت ريليف اللي هن من أكبر الداعمين للقطاع الصحي في لبنان. هدف اللقاءات كانت عدة، أول شيء إنه نحن نشرح أوضاع القطاع الصحي في لبنان، تعرفوا إنه عندهم اطلاع، ولكن لما بيكون في لقاءات مباشرة هذه بتسمح لنا أكثر إنه نحن نفهمهم تماماً عن أوضاعنا عن حاجاتنا، لأنه نحن بحاجة إلى إنه المساعدات اللي تجي تطابق الأوضاع أو الحاجات اللي نحن عنا إياها في لبنان. بالإضافة إلى ذلك نحن كان بهمنا إنه يصير في تطابق وتنسيق بين خطط وزارة الصحة العامة في لبنان مع المساعدات اللي عم تجي. نحن بهمنا أن المساعدات والخطط اللي نحن عم نعملها هون يصير في بينها التطابق لحتى ما يصير في تراكم لمساعدات نحن يمكن منا بحاجة لها، وبمناطق أخرى اللي نحن بحاجة لأمور معينة ما يجين عليها أي مساعدة. حقيقة كان اللقاء مع الجمعيات ممتاز، ما في شك أنه نحن بالنسبة لنا في لبنان يعني الجاليات اللبنانية في كل البلاد ليس فقط في أمريكا تشكل يعني أنا بالنسبة لي هي السلاح السري للبنان حاليا بأزمته، لأنه هذه الجاليات عندها يعني مستوى عالي من الانجيجمنت معنا في لبنان، لا زال عندهم اهتمام جدا كبير بأنه يساعدوا اللبنانيين، ولذلك نحن عم نشوف انه خاصة في القطاع الصحي كمية المساعدات اللي عم تجي منهم ان كان عن طريق الادوية، ادوية السرطان، المستلزمات او اي امر اخر عم بتكون كبيرة. وبالاضافة الى ذلك كذلك اني ابدو اهتمام بمساعدتنا بموضوع دعم العامل البشري في لبنان، ان عن طريق تدريب، عن طريق انه يجوا اطباء من مثلا امريكا او غيرها يساعدوا هون، او حتى يساعدوا الطاقم اللي موجود هون بموضوع الاستمراريه. وهذه حقيقه هنالك عده افكار طرحت وهي في طوء البلوره، وان شاء الله بيصير في عند يعني امور واضحه حنشارككم فيها، ولكن كان الموضوع الاساسي هي المساعده المناسبه بالمكان المناسب. هلا هذا طبعا كله ما يتعلق بالقطاع الصحه. بالقطاع العام نحن الرسالة اللي سمعناها بكل تقريبا الاجتماعات اللي عقدناها بواشنطن، إن كان بالبنك الدولي، إن كان باليو اس ايد أو بالستيت ديبارتمنت، إن كان مع الجاليات أو مع بعض الثينك تانكس اللي سمعناها، كان هنالك
يعني تشديد على انه لبنان عنده امامه فرصه. الفرصه هي انه اذا بده يصير في استمراريه بالتمويل بالمساعدات بهالامور، يجب ان يكون هنالك اجنده اصلاحيه، يجب ان تتم هالاصلاحات اللي نحكي فيها، وخاصه بالقطاع المالي والمصرفي وغيره، لانه حقيقه هن بيشوفوا انه من غير ما تتم هذه الاصلاحات من الصعب ارسال الاموال الى لبنان على نظام هن بيشوفوه في كثير من المشاكل واحتمالات الهدر وما الى ذلك. فكان في تشديد على موضوع انه علينا نحن كلبنانيين انه يعني خاصة الاتفاقيات اللي مفروض تصير مع صندوق النقد الدولي وغيره، انه نحن نعجل بهذا الموضوع لحتى ما يصير في عنا مشاكل تمويل واللي حيكون لها انعكاسات سيئة على القطاعات المختلفة. حقيقة هذه هي ملخص هذه الزيارة. برجع بقول انا برأيي انه خاصة بما يتعلق بقطاع الدواء، هذا الاتفاق اللي صار والشرح اللي تقدم للشركات العالمية كان موضوع كتير مهم، بتصور حيساعدنا انه اعادة تأمين الدواء في السوق اللبناني، وهيدا حقيقة شيء اللي بيهمنا لانه هيدا مصلحة المريض. والمهم بهيدا الموضوع انه نحن نتابع على الاتفاق اللي صار لحتى نحن نقدر نتابع بتمويل استيراد الدواء، ويتابع مصرف لبنان والحكومة بتأمين الاموال اللازمة لحتى ما يرجع يصير في عنا انقطاع. شكرا، واذا في اي سؤال انا حاضر.